مشاهدينا معنا عبر سكايب من ألمانيا السيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات لمكافحة الإرهاب والاستخبارات. سيد جاسم مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. مع انتهاج القاعدة لحرب العصابات وما رافقها من معطيات على الأرض، مثلا سيطرة مجموعة من المخادعين على أموال القاعدة، مصادرها، قياداتها أيضا، برأيك كم كان متوقعا فشل هذه الاستراتيجية وبالتالي تفكك التنظيم؟ تنظيم القاعدة شهد تراجعا وشهد ربما تفكك في السنوات الأخيرة من حياة بن لادن أو قبل مقتل بن لادن. بعد أن كانت هنالك فروع إلى التنظيم، بدأت هذه الفروع تستقوي على المركز، وبسبب تعدد هذه الفروع وإعطاء البيعة من للحصول على رمزية هذا التنظيم، نلاحظ تدريجيا بدأت تنخفض سيطرة بن لادن وعقبه أيضا الضواري على هذه الفروع. كانت المركزية ربما تتحدث بالأموال التي يقدمها هذا التنظيم إلى الفروع، لكن في السنوات الأخيرة كان هذا التنظيم يعاني من المشكلة مالية وعدم تقديم الدعم المالي، بالتأكيد أنه أضعف ولاء هذه الفروع. لذلك كان أول الانشقاقات مثل ما جاء في التقرير هو تنظيم العراق، ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق أبو بكر البغدادي، وكذلك جاءت انشقاقات أخرى خاصة في شمال أفريقيا. وبعد ذلك نلاحظ السنوات الأخيرة، خلال السنتين الأخيرة كان سجال واضح ما بين الظواهري والجولاني بعد تشكيل جبهة فتح الشام، ونلاحظ أنه الخلافات أصبحت واسعة ومتجذرة داخل هذه التنظيم. تنظيم القاعدة تراجع كثيرا، ونستطيع أن نقول أنه تحول إلى جماعات مناطقية أكثر من فروع. نعم سيد جاسم، إن وقفنا أكثر عند هذه النقطة، الخلاف على الحكم بين الجولاني والظواهري في سوريا كم أثر على تهالك التنظيم في الآونة الأخيرة خاصة؟ هذه الجماعات ممكن أن تتآكل من الداخل، يعني تاريخ هذه الجماعات تشهد بأن يعني انهيار هذه التنظيمات تكون من الداخل، لذلك التصدعات والانشقاقات كانت من الداخل في سبيل الحصول على السطوة السلطة. فلذلك كانت هنالك تيارات داخل هذا التنظيم بدأت تنشق عن تنظيم القاعدة، وكذلك ظهر تسمية جديدة، حاول الظواهري أن يغطي على هذه خسارته باسم حراس الدين، وهم جماعات منشقة من جبهة النصرة لكنهم أكثر تطرفا. فإذا الانشقاقات بالتأكيد تكون داخل هذا التنظيم، خاصة عندما تكون داخل الجماعات الشرعية والقيادات من الخط الأول، تضعف هذا التنظيم كثيرا، وكان مثل جيد في سوريا مع الجولاني. ما أشرت إليه حضرتك سيد جاسم أنه منذ البداية كان هناك سيطرة على الحكم ومناصب القيادة في تنظيم القاعدة، إلى أي حد ذلك أثر منذ البداية على المجموعات الإرهابية وعلى القاعدة، هي الانفراد بالحكم والسيطرة عليه، وليس كما يدعي التنظيم بوجود رسالة يود أن يبثها والكذب المعتاد منهم؟ كم كانت واضحة هذه الرسالة من البداية؟ في أعقاب 2001 وكذلك في أعقاب ربما الحرب في أفغانستان نهاية عقد الثمانينات، نلاحظ أنه كانت هنالك ربما حجة في مقاتلة يعني القوات الأجنبية، إذا كان الاتحاد السوفيتي سابقا ثم جاءت بعد 2001 الولايات المتحدة، فكان دائما يتحجج في مقاتلة العدو والعدو البعيد، وهذا ما عرف به عن تنظيم القاعدة ربما أكثر من بقية التنظيمات. فإذا يعني بعد سنوات من يعني من المواجهات والانشقاقات، بدأت هذه الجماعات تتكشف أنه حقيقتها، وبدأت تأخذ من الدين وتفسيرات النصوص لصالحها في سبيل الحصول على الثروة وكذلك على الأموال وكذلك على السلطة. ف
فإذا أجد أنه السنوات الأخيرة بدأت تتكشف، ونجد أنه هنالك جهود كانت إلى التحالف الدولي وكذلك أطراف دولية وأقليمية في كشف حقيقة هذه الأيديولوجيات المتطرفة. أجد الآن لم تجد هذه الجماعات بصراحة قاعدة أو أساس لتمجيد أيديولوجيتها المتطرفة، فإذا هنالك تراجع وتصدعات كبيرة داخل هذه الجماعات المتطرفة من ضمنها تنظيم القاعدة. هناك تراجع وتصدعات سيد جاسم في الآونة الأخيرة الآن، ماذا عن القادم؟ ما المتوقع من قبل حضراتكم كمراقبين لشأن الإرهاب في ظل ما يحدث على الأرض وهذا التفكك والتراجع لتنظيم القاعدة وبقية التنظيمات الإرهابية؟ أجد أنه الآن دول المنطقة وكذلك على مستوى يعني أجهزة حكومات وكذلك أجهزة الاستخبارات دوليا استطاعت أن تنزع عنصر المبادرة من هذه الجماعات. سابقا كان هنالك سياسات مهمشة وكذلك فراغ في السلطة، هنالك غض النظر عن هذه الجماعات، فبدأت تستقوي وتنمو بشكل أكبر وبدأت تقفز على حاجات هذه الشعوب والمجتمعات وتطرح نفسها بديلا سواء كان في مسألة المذهب أو غير المذهب لأن تكون في مواجهة الحكومات. الآن بدأت سياسات واضحة وكان هنالك أعتقد سياسات واضحة في مكافحة الإرهاب، تراجعت هذه الجماعات المتطرفة. شكرا جزيلا، حدثنا عبر سكايب من ألمانيا السيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.